الجزء العاشر، مأمورة العزيز، بقلم آرا سوفاليان. الدائرة الحمراء الكبيرة إلى جهة اليسار في الصورة، وكتب فيها سيفاس، وهو الاسم الأرمني للمدينة التي كان لها أسماء عديدة: سيفاس، الدربند، باب الأبواب، ومعمورة العزيز. يشاء القدر أن تبتلي هذه المدينة بالأهوال على الرغم من طيبة أهلها وناسها. البلاء الأول بحسب كتب التاريخ حدث في جائحة تيمور لانغ، عندما اجتاح تيمور سيفاس ومعه من معه من الجراد، فخرج أهل المدينة وكلهم من الأرمن للترحيب به سلما، وألبسوا أطفالهم رداء أبيض، وفي اليد اليمنى لكل ولد أو بنت وردة حمراء ترحيبا بالفاتح العظيم. فقفز الفاتح العظيم على صهوة جواده وأزبد وأرعد، وتبعه جلاوزته فداسوا الأطفال بسنابك الخيل وعقروا بطونهم وقتلوا العزل بسيوفهم ونهبوا سيفاس عن آخرها وأحرقوها بالكامل. كل البلاء جاء من الشرق، جحافل من الغزوات كلها جاءت من الشرق، وتباين شديد في الثقافات والأديان والعرق والأصل والعادات والفكر وكل شيء. كانت الريح تنبئ بقدومهم بما تحمله من رائحتهم القذرة، وكانت آلاتهم الموسيقية عظام لسواعد بشرية يطرقون بواسطتها على الجماجم. حثالة الشعوب وفي أزمان متعاقبة اجتاحت أرض الحضارات والثقافات وأحرقوا كل أرمينيا وهجروا أهلها، وهرب بعض الأرمن إلى كيليكيا فأنشأوا مملكة كيليكيا وعاصمتها سيس، وحدودها تصل جنوبا إلى الإسكندرونة، وهذه أيضا تم إفناؤها. وزحف الغزاة إلى الجنوب الشرقي وأحرقوا بغداد، وذهبوا إلى الجنوب الغربي وأحرقوا دمشق وضربوا أسوارها بالمنجنيق ووضعوا أفراد حاميتها وجندها على الخوازيق، ثم استباحوا الشام وحرثوا أرضها بعظام أبنائها، وانتهى أمر الأرمن في أناتوليا بعد أخذ ورد وتجاذبات وإبادات لأن يكونوا تحت الاحتلال العثماني. وهؤلاء أولاد وأحفاد وبطون وأفخاذ وأرحام أولئك. في العام 1915 تم القضاء بشكل نهائي ومبرم على كل أرمن سيفاس، ولم يعد منهم أحد على قيد الحياة، بمعية أبطال حزب الاتحاد والترقي
أصحاب الشأن بعد تنحية السلطان عبد الحميد ظل الله على الأرض. بحثت عن الخارطة التي في الصورة وعثرت عليها، وقد رأيتها هي عينها في مرحلة الطفولة، وضاعت مني حيث تم استبدالها بواحدة جديدة. كنت طفلا وفرحت بالدوائر الحمراء المنتشرة فيها دون أن أفهم ما تعنيه هذه الدوائر، ومرت فترة فهمت بعدها أن هذه الدوائر الحمراء تمثل الدم الأرمني المسفوح في كل مدينة على حدة، وكان نصيب سيفاس من اللون الأحمر كبيرا. الملفت أن هناك دائرة كبيرة في المخطط عثرت عليها في المتحف الملحق بكنيسة شهداء الأرمن في مدينة دير الزور السورية، تلك الكنيسة التي كلفت الملايين، حيث تم إنشاء متحف كبير. الملفت أن هناك دائرة كبيرة في المخطط عثرت عليها في المتحف الملحق بكنيسة شهداء الأرمن في مدينة دير الزور السورية، تلك الكنيسة التي كلفت الملايين، حيث تم إنشاء متحف كبير تحت الأرض يحوي عظام الأرمن، وقد تم بجهود أعداء الإنسانية والتحضر الذين سلكوا طريق من سلكوا الطريق الممتد من معمورة العزيز إلى كليكيا إلى بغداد إلى بلاد الشام، ثم تسوية هذه الكنيسة ومتحفها بالأرض، فصارت قاعا صفصفا ينعق فيه البوم. هناك دائرة في الخريطة تقع في دير الزور، لأن دير الزور السورية كانت المحطة النهائية لوصول السوقيات، وكانت مرقدة أكبر مسلخ بشري سالت فيه دماء الأرمن أنهارا. ففهمت ما تمثله الدوائر الحمراء التي كنت أعتقد في مرحلة الطفولة أنها تمثل جمالية طبوغرافية من نوع خاص. هؤلاء الوحوش القتلة لم يتغيروا منذ أن عرفهم العالم المتحضر وحتى اليوم. جيناتهم الوراثية تحوي الموت والدمار والحرق والسبي والوحشية والترويع. أتحفوا شعوب كثيرة كالأرمن والسريان واليونان بمواهبهم الخارقة، وها هم يتحفون سوريا بنفس المواهب اليوم، ولكن مع الكثير من الإفاضة والشطط. في هذه اللحظة تنتابني موجة من الخيال العلمي، مع أن فرصة القضاء على الجدر أو شلل الأطفال أو الكوليرا كان من الخيال العلمي وقد تحقق، أما هذه الموجة فهي إن تحققت فهي إنجاز طبي عالمي هائل ومفيد للبشرية وبشكل أزلي أبدي دائم، وهو ببساطة تغيير سلالم الـ DNA والجينات والشفرات الوراثية الإجرامية لهؤلاء. آرس فاليان، كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، 10/2/2015. You're cutting over in Zora, on Tarun, Ashkari, Sarun.
Երբեք մի եղիր անզեն, մինչև քո թշնամիները վայր չդնեն իրենց զենքերը։